صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جماعة صلوا مع إمامهم وهو بينهم في وسطهم مع إمكانه أن يتقدم عليهم، فما حكم صلاتهم وهل يجب عليهم إعادتها؟ أبدا، صلاتهم صحيحة إن شاء الله، وكون الإمام أمامهم هذا هو الأفضل وليس واجبا. يجوز أن صلي في وسطهم، قد صلى ابن مسعود بين علقمة والأسود رحمهم الله. نعم.